السلام عليكم وأهلا فيكم في فيديو جديد مميز بالنسبة لي. بما أن في شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي، حبيت أن أشارك الفيديو هذا كدعم للحملة من جمعية زهرة لا تحمل أي إشارة لرفع الوعي بالكشف المبكر سرطان الثدي. أي معلومات زيادة تلقونها في حساب زهرة. فخلونا نبدأ بالوصفة اللذيذة اللي هي تارت الكريم والفواكه، مرة لذيذة متأكدة أنكم راح تحبونها. فخلونا نبدأ بالعجينة. عندي تقريبا 2.5 أصابع زبدة بحرارة الغرفة، حطيت معاها سكر بودرة وراح أخفقهم لحد ما يصير قوامهم كريمي. طبعا كالعادة المقادير راح تكون موجودة تحت في صندوق الوصف. بعد ما خلطتها وصار عندي قوامها كريمي تقريبا، أضفت عليها فانيلا سائلة وخلطتهم. ثم آخر شيء أضفت عليهم بيضة واحدة. البيضة أبيها تكون بحرارة الغرفة، معناتها طلعيها قبل بوقت لما تطلعين الزبدة، لأن الزبدة أيضا راح تكون بحرارة الغرفة. طلعي البيضة بعد علشان تكون ما هي باردة مرة. بعد ما خلطهم كلهم مع بعض وصار عندي قوامهم كريمي ومتمازجين، راح أخليهم على جنب وأبدأ أخلط المقادير الجافة. عندي هنا راح أشغل الدقيق اللي هو دقيق جميع الاستعمالات، وملح ولوز مطحون. راح أشغلهم كلهم كويس عشان أحرص أن يكون كل شيء ناعم، لأني أبغى أسوي تارت فالعجينة لازم تكون ناعمة. فلو تلاحظون في قشور طلعت لي من اللوز. هنا بستعمل ملعقة خشب لأني أبغى أخلطهم بملعقة الخشب، ما نبي نعجنهم مرة كثير، بس على قد ما أخلط المقادير مع بعض. فراح أضيف كوبين وأبدأ أخلط بملعقة الخشب لحد ما يمتزج عندي المقادير، بس ما راح أعجن، ما راح أتحمس وأنا أخلط، بس على قد ما تختلط عندي المقادير وتتجمع. الحين أضفت، لو تلاحظون لسه مفككة عندي، حطيتها ببلاستيك اللي هو ورق بلاستيك التغليف، جمعتهم قد ما أقدر، غلفتهم، أحكمت إغلاقهم قد ما أقدر، بعد ما أدري كم مرة قلتها. ثم انحرصت الحين بيدي أني أعجنهم مع بعض، أضغطهم مع بعض حد ما يصير عندي عجينة ناعمة، أدخلها الثلاجة نص ساعة. بهالوقت راح نبدأ نصلح الكريمة اللذيذة لأنها صدق مرة لذيذة. راح أضيف كريمة خفق. كريمة الخفق راح أحميها بالمايكروويف لحد ما تقريبا دقيقة، لحد ما تصير عندي حارة. أضفت عليها شوكليت أبيض أو شوكولاتة بيضة، مهم أنها تكون جودتها مرة كويسة لأن بالأخير هي النكهة الأساسية. فالشوكولاتة البيضة مرة حساسة، فاستعملوا ماركة كويسة وجودة كويسة. تلاحظون لما أضفت الشوكولاتة البيضة على كريمة الخفق الحارة ذابت معي. الحين راح أخذها ودخلها الفريزر لحد ما تبرد عندي، لأن أبي أخفق كريمة الخفق، وكريمة الخفق ما راح تنخفق معنا لو كانت حارة، ضروري تكون باردة. فحطيتها بالفريزر نص ساعة. هنا جبن كريمي خلطت لحد ما صار عندي قوامه ناعم وكريمي، أضفت عليه الشوكولاتة البيضة. طبعا الشوكولاتة البيضة عندي باردة، تركتها بالفريزر أتوقع 40 دقيقة عشان أقدر أخفقها. لو تلاحظون الحين بديت أخفقها بسرعة، ما طول معي يمكن 3 دقايق وانخفقت معي بسرعة لأنها باردة. أرجع مرة ثانية أقول، فأحرصوا أنكم تحطونها بالفريزر أطول وقت تقدرون عليه. بعد ما خلطتها وصارت عندي كريمة ومرة كذا مخفوقة، دخلتها الثلاجة لحد ما يجي وقت إني أستعملها. طلعت التارت نص ساعة مرة كافية، لا تحطونها أكثر من نص ساعة. بورق زبدة أو بالقاعدة اللي راح تدخلونها الفرن بديت أفرد العجينة، وفردتها لو تلاحظون بالبلاستيك نفسه عشان ما تتلزق معي وتتفكك. وجهزت من قبل طابعة ورقة بالشريطة الوردية، فقصيت الشريطة على قد العجينة. طبعا هنا ممكن أنتم تسوونها بالشكل اللي أنتم تحبونه، تسوونها على شكل حرف، على شكل رقم، اللي تبونه ممكن تبدعون فيها زي ما تبون. ممكن تحطونها على شكل دائرة مربع. فبديت أقصها بشوي شوي، خليكم دقيقين، واستعملوا سكينة حادة بطرف السكينة تبدون تقصونها، وخصوصا لما تجون تشلون العجينة ترى العجينة مرة ناعمة، فلو تلاحظون وانا اشيلها على طول تبدأ كده تتفكك معي. فحاولكم شوي شوي تشلون الأطراف علشان نطلع بشكل مرتب والرسمة تكون عندنا مرة نظيفة. العجينة ترى مرة رقيقة ومرة حساسة، فحاولكم يعني شوي تكونوا دقيقين وانتم تتعاملون معها. سخنت الفرن على درجة حرارة 180 ودخلتها، ما راح تطول، تقريبا من 13 إلى ربع ساعة وهي جاهزة عندنا. تنكسر معي شوي بس عادي، أهم شيء أنكم تمسكونها بحذر. هنا الكريمة حطيتها بالكيس التزيين البايبينج باك،
وبديت أزين فيها على شكل دوائر. ممكن تحطونها يعني باللي تبونه أو ممكن تدهنونها دهن لو ما عندكم الأداة هذه. وزعت التوت الأحمر والتوت الأزرق لأني أبيها تكون بنكة الفواكه والتوت. هنا القطعة الثانية مع الأسف طاحت مني شوي وانكسرت، بس قدرت أجمع الأطراف وأرجع كذا أعيد بنائها وضبطت معي الحمد لله. وبعد كذا بديت أزين الشكل اللي في الوجه. طبعا الشكل في الوجه احرصوا انكم تزينونه قد ما تقدروا لأنه هو اللي راح يكون طالع، فاحرصوا انه يكون كذا شكله مرتب. ابدأوا بالأطراف ثم بالنص، تقدرون تسوونه بشكل عشوائي بس بالأطراف حول يكون شكلها كذا زي اللي صافين طابور خلينا نقول. الحين جمعت فواكه، تين، فراولة، توت أحمر، توت أزرق، وقطعتهم ونشفتهم طبعا من الموية. التوت الأحمر عندي أنا مفرزنته من هو فريش بس فرزنته من فترة عشان ما يخرب عندي، فجاء شوي كذا تعرفون ذايب لأنه كان مفرزن فذاب عشان كذا تلاحظون فيه موية. التوت الأزرق كان فريش، طبعا أنا أفضل أنكم تستعملوا فواكه فريش لو كانت عندكم. وزينتها بعد بأوراق النعناع، جبت أوراق النعناع لأني أبغى كذا تملي الفراغات وبعد تعطي لون أخضر مرة حلو. آخر شيء باقي من التارت، عندي عجينة هم الأطراف طلعت منها، جمعتها وفردتها وقصيتها على الأشكال اللي أبغاها أستعملها في أشياء ثانية. وهنا حطيت زي القلبين وزينت فيها بعد التارت من فوق. وبس بكي تكون التارت عندنا جاهزة. ما تخيلون قديش طعمها لذيذ، الكريمة مرة لذيذة، طعم الشوكولت الأبيض والكريمة الجبن والتارت نفسه مرة هش أصلاً، لما تأكلها مرة تذوب، فمتأكد إنكم راح تحبونها لو تحبون التارت. جربوها وقولوا لي رأيكم فيها، ولا تنسون تشتركون في القناة وتنشرون الفيديو أول شيء لرفع الوعي بالكشف المبكر سرطان الثدي، وأيضاً دعم للقناة لو حبيتوا الفيديو. ولا تنسون تشوفون الفيديوهات السابقة، أي معلومات إضافية راح تلقونها في صندوق الوصف. وبس يعطيكم العافية ومع السلامة.